Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah anak-anakku semua kita membaca Al-Quran Surat at takwir Ada 29 ayat A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصهف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس عس والصبح اذا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.